من جانبه أكد رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر لخفض التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما وصف كيشيدا مصر بأنها شريك مهم لليابان تلعب دورا مهما للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي أفريقيا. يسرني كثيرا أن يتاح لي أن أزور مصر كأول بلد في جولة الأولى لمنطقة إفريقيا كرئيس وزراء ياباني. أشكر فخامة الرئيس والشعب المصري على استقبالهم لنا، وإن مصر شريك مهم للغاية بالنسبة لليابان، يلعب دورا مهما للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.